خرج مجموعة من الشباب إلى البر، يقول: وأدركتهم الجمعة وهم في رحلتهم، وصلوا الجمعة وخطب فيهم أحدهم، فصلاتهم صحيحة؟ ليست صحيحة. من شروط الجمعة أن يكون المصلون مستوطنين في بلد. جميل. وأما كونهم لو على كل حال ذهبوا ورأوا قرية من القرى التي في طريقهم وهم يصلون الجمعة ودخلوا معهم وصلوا معهم الجمعة، لا بأس بذلك، لأن العبرة بالذين يصلون وهم مستوطنين، وهؤلاء يعتبرون تابعين لهم. وأما أن يكونوا مستغلين بالصلاة والحال أنهم غير مستوطنين في مكان معين فلا يجوز لهم ذلك، بل عليهم أن يصلوها ظهرا. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل كالفرض؟ نعم، لا شك أن صلاة النفل كصلاة الفرض، إلا ما جاء التخصيص بذلك. وأما الأصل فجميع. هل يجوز أن يصلي مثلا على غير طهارة ويقول: أنا ما صليت فرض، أنا أصلي النفل؟ أو يصلي على غير قبلة أو بغير نية أو بغير ركوع أو سجود ويقول: أنا أصلي نفل؟ بل إذا انعقدت الصلاة فيجب عليه أن يستكمل جميع ما يتعلق بأحكامها من شروط وأركان وواجبات وسنن على سبيل الاستحباب، ينبغي له ذلك. وعلى كل حال، وما جاء تخصيص من أنه يجوز لمصلي النفل أن يصلي قاعدا وله نصف الأجر، أو على كل حال يعني أن يكون هناك يعني بعض الخصائص التي تخص النفل دون الفرض، فعلى كل حال يعني لا بد يعني ما يثبت تخصيص إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.